الرئيس السيسي يؤكد أهمية مشروع استصلاح المليون فدان ويناقش سيادته حجم البيانات الخاصة بإنتاج الكهرباء ويشدد على أهمية تنمية سيناء. في إطار خطة الدولة للاستفادة من الاستزراع السمكي بالوادي الجديد، محلب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والزراعة. فابيوس في رام الله للترويج لمبادرة فرنسا لاستئناف مباحثات السلام، ونتنياهو يقول إن المبادرة لا تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من على شاشة النيل. مرحبا بكم. مرحبا بحضرتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع استصلاح المليون فدان وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تقوم على التخطيط الحديث. تأكيد الرئيس جاء خلال مناقشته التطورات الخاصة باستصلاح مشروع استصلاح زراعة وتنمية المليون فدان كمرحلة الأولى من مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب ومصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وأشار السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس وجه بأهمية استصلاح المليون فدان وإقامة نواة لمجتمعات عمرانية متكاملة خلال الفترة من 2 إلى 3 أعوام، مع تطبيق أحدث أساليب التخطيط بشكل متكامل للمشروع ووضع خطة تسويق كاملة له. ومن جانبه قال وزير الإسكان إنه سيتم الانتهاء من جميع الالتزامات إزاء مشروع تشغيل 1000 مصنع فيما يتعلق بتوفير البنية الأساسية وتيسير إصدار تراخيص تشغيل المصانع والتأمينات الاجتماعية. في السياق الذاتي، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء في مصر تلبية لاحتياجات المواطنين. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن وزير الكهرباء أبلغ الرئيس بحدوث فائض في إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميجاوات. وأشار محمد شاكر خلال لقائه الرئيس إلى أن حجم الإنتاج الكهربائي الذي تحقق بالأمس يعد أعلى معدل إنتاج الكهرباء في تاريخ الوزارة، على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من جميع المحطات، محطات الطاقة الخاصة بالخطة العاجلة. وأضاف السفير علاء يوسف بأن وزير الكهرباء عرض تطورات الموقف بالنسبة للتعاقد المبرم مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء 3 محطات إنتاج للكهرباء. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة جهود التنمية في سيناء والعمل على النهوض بأوضاع مواطنيها، مشيدا بوطنيتهم وما قدموه من تضحيات من أجل مصر. خلال لقائه اليوم مع اللواء شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، أشار الرئيس إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية سيناء، مؤكدا أنها جهود مستحقة لأهالي سيناء، وشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملا محوريا للتنمية هناك. ومن جانبه قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الجهاز أنشأ عام 2012 ويقوم بتنفيذ مهام التخطيط والتنسيق والمتابعة لتنمية شبه الجزيرة. هذا والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل لدى رئاسة الجمهورية علاء رشوان. علاء، بعد التحية، كيف تابعت نشاط سيادة الرئيس اليوم وما جاء خلال لقاءات سيادته؟ تحياتي إليك زميلة دينا وتحيات أيضا موصولة لمشاهدي النيل. بالفعل نشاط اقتصادي وتنموي مكثف، اجتماعات دورية أصبحت على أولوية عمل أجندة ولقاءات السيد الرئيس مع الوزراء المعنيين، تتصدر أجندة عملي ولقاءاته اليومية الدورية موضوع الطاقة وتحديدا الكهرباء، مما يمثل هذا القطاع من أهمية سواء لاحتياجات المواطنين أو لاحتياجات المشاريع التنموية والاستثمارية العملاقة التي أطلقتها الدولة. لا أزيد على ما جاء في الخبر فيما يتعلق باجتماع السيد الرئيس بوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ولكن دعيني يعني أشير إلى جدول الأعمال والمواعيد الزمنية التي تم تحديدها في اجتماع اليوم المقررة لاستلام 3 محطات كهربائية من إنتاج أو من بناء شركة سيمنز العالمية، والتي تم الاتفاق عليها مؤخرا
في أعقاب المباحثات التي جرت بين الجانبين المصري والألماني على هامش أعمال منتدى شرم الشيخ الاقتصادي. وبالفعل تم تحديد سوف يتم تسليم المحطة الأولى في ديسمبر من عام 2016، وعلى أن يستكمل البناء في المحطتين التاليتين الثانية والثالثة ليسلم في نهاية ديسمبر من 2018 بطاقة إنتاجية تبلغ 14400 ميجا وات للثلاث محطات، يمثل رصيد إضافي ل الأحمال الكهربائية والإنتاج الكهربائي في مصر سواء للاحتياجات المواطنين أو للمشروعات الاقتصادية. قطاع آخر وهو قطاع المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحديدا المشروع الذي أطلقته الدولة بإصلاح مليون فدان كمرحلة أولى لاستصلاح 4 ملايين فدان. الرئيس اليوم استمع لاستعراض وافي وشامل من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي حول مشروع واحد الفرافة. هذا المشروع من المقرر الانتهاء منه في أكتوبر المقبل ليكون نموذج قابل للتنفيذ وتطبيقه في مشروعات الاستصلاح 4 ملايين فدان. هذا مجتمع واحد الفرافة سوف يكون مجتمع متكامل يعتمد على الزراعة كمقوم رئيسي، ويشمل يعني صناعات أخرى يعني يستفيد منها سكان هذا المجتمع، منها صناعات غذائية مرتبطة بالمحاصيل المقرر إنتاجها كصناعة استخلاص الزيوت أو تصنيع الألياف، إنتاج السكر، تبييض المخلفات الزراعية، مشروعات للثروة الحيوانية أو الداجنة. في خلاصة المشروع متكامل، هذا المشروع واحد الفرافرة سوف يمكن تطبيقه ليكون نموذج قابل للتنفيذ في بقية مشاريع استصلاح 4 مليون فدان التي أطلقتها الدولة مؤخرا، ومليون فدان كمرحلة أولى من هذا المشروع الضخم. آخر محطة من محطات عمل السيد الرئيس اليوم هو لقاءه باللواء شوقي رشوان وهو رئيس جهاز تنمية سيناء، الذي عرض أمام الرئيس مقترحات التي تقدم بها الجهاز لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مناطق شمال سيناء وتخصيص 25% من الأراضي القابلة للاستثمار سواء استثمار زراعي أو صناعي لأبناء سيناء. طالب يعني التركيز على ضرورة الإسراع بصرف التعويضات لأبناء سيناء المضارين من العمليات العسكرية الجارية الآن. أيضا ناقش أوضاع الأراضي الغير مقننة، وكان هناك اقتراح لتقنين هذه الأراضي الغير يعني مشروعة ويعني تحويلها إلى أراضي مقننة مشروعة لتملكها للمواطنين من أبناء سيناء. وتم ورد الخبر الرئيس شدد وأكد على انتماء أهالي سيناء واعتبارهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وأنهم رأس الحربة لمحاربة الإرهاب ومساعدة الدولة في الخطط التنموية التي أطلقتها خاصة في منطقة سيناء. نعم، عبر الهاتف مراسل النيل لدى رئاسة الجمهورية علاء رشوان، شكرا جزيلا لك. شهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير التنمية المحلية عادل لبيب شهد توقيع بروتوكول تعاون في مجال استغلال مياه الصرف الزراعي في محافظة الوادي الجديد. وقع على البروتوكول وزيراء الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ الوادي الجديد. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة نحو الاستفادة من مياه الصرف الزراعي ورفع كفاءتها، خصوصا في مجال الاستزراع السمكي بمحافظة الوادي الجديد التي تعد إحدى المحافظات الواعدة في هذا المجال. عقد رئيس الوزراء إبراهيم محلب اجتماعا اليوم لمتابعة تنفيذ حلول مشكلات ترعة الصف بحضور وزير الموارد المائية والري ومحافظ الجيزة ومسؤولي وزارة الزراعة. خلال الاجتماع عرض وزير الري تقريرا حول ترعة الصف والمشكلات التي تواجهها والإجراءات المطلوبة لحلها، وشملت المشكلات تدني نوعية المياه بالزراعة لعدم معالجة الصرف الصناعي وسوء حالة الجسور وكذلك عيوب في إنشاء ترعة الصف. في الوقت نفسه تلقى رئيس الوزراء تأكيدا من وزير الري بأنه تم الانتهاء من تطهير ترعة المحمودية في الإسكندرية، حيث كان محلب قد وجه برفع المخلفات. أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب على أهمية متابعة نتائج زيارته الأخيرة لأبيجان ولقاءاته مع المسؤولين هناك في شهر مارس الماضي.
تأكيد رئيس الوزراء جاء خلال لقائه اليوم مع سفير الكوت ديفوار بالقاهرة، وأشار السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أكد أهمية التحضير الجيد لعقد الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون بين الدولتين، كما تم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تنشيط التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية كالتشييد والبناء. قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، قال إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ينص على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات. وأشار الهنيدي إلى أن هذه العقوبة تشمل كل من إنشاء أو استخدام موقعا على شبكة الاتصال الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض التدويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية. وأضاف أن اللجنة سترسل خطابات إلى كل من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأمن القومي مشروبة بنسخة من مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل للاطلاع عليه وإبداء الملاحظة حوله خلال 15 يوما. قررت مصر فتح منفذ رفح البري في كلا الاتجاهين اعتبارا من بعد غد الثلاثاء حتى يوم الخميس القادم. يأتي هذا وفقا للقواعد والآليات المتبعة تيسيرا على الأخوة الفلسطينيين بقطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك. أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية التخابر مع قطر، أجلتها إلى يوم الخميس القادم. يواجه المتهمون في القضية اتهامات بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر. أرسل المستشار هشام بركات النائب العام مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية يطالب فيها بتسليم الإعلامي الموالي لتنظيم الإخوان الإرهابي أحمد منصور إلى مصر. كان مصدر أمني قد صرح بأن السلطات الألمانية ألقت القبض على منصور في برلين بناء على النشرة الحمراء التي أصدرها الانتربول المصري بعد صدور حكم قضائي بحق منصور بالسجن لمدة 15 عاما غيابيا العام الماضي بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أكد أن السنة والشيعة مسلمون وأبناء دين واحد. شدد الإمام الأكبر على أن الجانبين في زورق واحد رغم الخلاف في القضية المذهبية، وأكد الدكتور الطيب على أن الأزهر الشريف لا يريد الفرقة بين المسلمين خصوصا في الوقت الراهن، كما أكد على أن الأزهر لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام ترويج قضايا تطعن مباشرة في عقيدة أهل السنة. قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال إن بلاده ستواصل مساعيها للسلام في منطقة الشرق الأوسط. خلال زيارته لرام الله في إطار جولة شرق أوسطية، شدد فابيوس على أن ضمان أمن إسرائيل وقيام دولة فلسطينية هما أساس إحياء المساعي الحالية لإحياء مفاوضات السلام. ومن جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهود باريس في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن فابيوس يقوم حاليا بجولة في المنطقة استهلها بزيارة مصر والأردن للترويج لمبادرة فرنسية لاستئناف محادثات السلام. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله السيد واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. سيد واصل، بداية فلسطين ترحب بالمبادرة في حين أن نتنياهو يرى أنها لا تضمن أمن إسرائيل، أين يضع هذا المبادرة الفرنسية؟ يعني معروف تماما أن القيادة الفلسطينية تحدثت عن أهمية الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي ولتحليل القضية الفلسطينية بعيدا عن المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية المنحازة التي فشلت في عملية تحقيق أي شيء خلال السنوات الطويلة الماضية. لذلك عندما نرحب بالمبادرة الفرنسية نرحب بحقوق الشعب الفلسطيني المستندة إلى قرار شرعي دولي والقانون الدولي، ما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. ونرفض أي ذكر لما يتعلق بما يسمى الدولة اليهودية
ونؤكد على أهمية أن يكون هناك سقف زمني لجراء الاحتلال العربي للدولة الفلسطينية المحدد. هذا هو الذي أبلغنا به فرنسا وأيضا اللجنة الرباعية اللجنة الثلاثية في الجامعة العربية التي أبلغت أيضا من خلال مساعيها هذا الموقف من فلسطيني وموقف العربي. لذلك نحن نصل إلى موقف فلسطيني وموقف عربي في تدوير القضية الفلسطينية وأهمية جراء الاحتلال العربي للدولة الفلسطينية من سقف زمني محدد نادا إلى قرارات الشرعية الدولية وقبل الدولية. طيب إذا المبادرة الفرنسية تضمن كافة الحقوق والبنود التي ذكرتها؟ حتى الآن لا يوجد هناك شيء نهائي حول المبادرة الفرنسية. هناك أفكار تتحدث المبادرة الفرنسية عن أفكار لها علاقة بالعودة إلى المفاوضات، ونحن نعتقد أن أي عودة إلى المفاوضات دون أن يكون هناك مرجعية للعملية التفاوضية تستند إلى قرار شرعي دولي وقانون دولي وتستند إلى إنهاء الاحتلال عن طريق الدولة الفلسطينية بمن سقف زمن محدد فلا معنى بهذه المبادرة. لذلك فرنسا تحاول رفض مجموعة من الأفكار سواء من الدول العربية وخاصة في زيارة لمصر والدول إلى الأردن إلى الاحتلال عندما يتم استماع ما يتعلق من نتنياهو بأن الأساس في الموضوع هو العودة إلى المفاوضات الثنائية، وهو يدرك أن المفاوضات الثنائية قد استنزفت جهدها ووقتها ولا يمكن الحديث عن استمرار المفاوضات الثنائية إلى أجل غير مسمى. نحن نعتقد أن الأساس في الموضوع الآن هو إنهاء الاحتلال واستقلال الشعب الفلسطيني وحريته التي هي على المحك الآن أمام المجتمع الدولي. طيب في حال تحولت هذه الأفكار كما ذكرت إلى مبادرة فعلية وورقة مقدمة ومع استمرار التعنت الإسرائيلي، ما المطلوب من الدول مثل فرنسا أن تقوم به في المرحلة القادمة؟ أنا أعتقد الأمر يحتاج إلى إصدار قرار المجلس الأمن الدولي وعدم إفشال كما جرى خلال العام الماضي، نهاية العام الماضي عندما ضغطت الإدارة الأمريكية على الدول المجلس الأمن الدولي ولوحت وضع الفيتو الأمريكي، الأمر الذي أجرى مشروع القرار المقدم. الآن هناك مساعي عربية فلسطينية على مستوى العديد من عواصم العالم كما هي فرنسا تحاول بلورة صيغة نهائية، ونحن نعتقد أن كما قلت لابد أن تستند أي مبادرة إلى القانون الدولي والحقوق الإنسانية وحقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بإقامة دولته وحق عودة لاجئيه، وأيضا سقف زمني لجراء هذا الاحتلال وهو الأهم من كل ذلك، والمضي قدما دفع هذه المبادرة من قبل مجلس الأمن الدولي للضغط على الاحتلال للإلقاء على تصديق قرار الشرعية الدولية والحقوق الدولية. أما الحديث كما تحدث نتنياهو عن عودة إلى مفاوضات دون سقف زمني ودون نتائج ودون مرجعية، وهو الذي يتحدث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية ويمضي في بناء وترشيح الاستعمار الاستيطاني ويمضي في عملية تكليف استقلاله في أراضي الدولة الفلسطينية فلا يمكن القبول بذلك. نحن نعتقد أن الدعم العربي والإسناد العربي موقف فلسطين على المستوى الدولي هو الذي لا بد أن يأتي أكله خلال الفترة القادمة. بالتأكيد السيد واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من رام الله، أشكرك شكرا جزيلا. هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي قد قال إن باريس لا تتفاوض نيابة عن أي طرف وإنما تسعى لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ أكثر من عام. تصريحات فابيوس جاءت خلال مؤتمر صحفي في عمان مع نظيره الأردني ناصر جودة، وقد حذر فابيوس من عودة العنف إلى المنطقة في حال عدم استئناف مفاوضات السلام. وخلال لقائه المسؤول الفرنسي شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني واستئناف عملية à la question israélo-palestinienne. Nous savons que cette solution. ومن جانبه شدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على ضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وأكد على أهمية أن تكون الدولة الفلسطينية مستقلة ولها سيادة كاملة على أراضيها، مشيرا إلى أن جمود المفاوضات سيؤدي إلى اندلاع مزيد من العنف. يجب أن يكون الحل للقضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا، شاملا وعادلا، بحيث تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وتكون ذات سيادة كاملة على أراضيها، وبحيث تنعم كل دول المنطقة بالأمن والأمان والسلام. يجب أن يكون الحل شامل، أن لا نزرع بذور الحرب بعد سنوات أو نترك الأمور معلقة ليتم الخلاف عليها في المستقبل. وكما نرى هناك دوامة مستمرة في منطقتنا، جمود أي بمفهوم لا مفاوضات يؤدي إلى اندلاع عنف أو
ومن جانبه فقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بالإملاءات الدولية على تل أبيب بشأن عملية السلام، قائلا إن المبادرة الفرنسية لا تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية. تصريحات نتنياهو جاءت بالتزامن مع جولة وزير خارجية فرنسا في المنطقة، كما أنها تأتي عقب استشهاد فلسطيني اليوم بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. حالة من التوتر تشهدها القدس الشرقية إثر قيام شاب فلسطيني بطعن جندي إسرائيلي من قوات حرس الحدود المتواجدة بمنطقة باب العمود. الشاب الفلسطيني البالغ من العمر 18 عاما استشهد عقب الحادث مباشرة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وإطلاق القنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين تواجدوا بالقرب من موقع الحادث لتفريقهم. اللي شفته أنا الشاب دفع جندي، جندي ثاني كان قادرين يمسك كانوا قادرين يمسكوا الشاب، ما انه ما يعملوش اللي عملوا له اياه، طخوه بين 4 رصاصات و6 رصاصات. وصلت اسعاف اجوا بدهم يسعفوا الشاب، دفشوا الاسعاف الجنود اللي كانوا واقفين، كانوا قادرين يعطوه تنفس، ما يعطوه الاسعافات ما عطوش، كلبشوه، اجوا اول شيء كلبشوه، وبعدين في جندي من تعاون المطار ضربوا بجره، وانا شفتها طبعاً ضربوا بجره وهو عايش الشاب، كان عايش وكان يحكي وكان صاحي 100%. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تل أبيب سترفض بحزم ما سماه أي محاولات لفرض إملاءات دولية عليها فيما يخص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. المطلوب هو وقف تلك الهجمات، لكن المقترحات الدولية المطروحة لا تلبي احتياجاتنا الأمنية، إذ أنها تحاول إجبار إسرائيل على العودة لحدود غير قابلة للدفاع. مزاعم نتنياهو حول الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام لا تعبر كما يرى المراقبون سوى عن الجانب الإسرائيلي الذي يضرب الحائط بكل القرارات الدولية في تعامله مع حل القضية الفلسطينية. وإلى الشأن اليمني نتحول بحضرتكم، حيث أفادت مصادر محلية يمنية بأن المتمردين الحوثيين يواصلون قصف منازل المدنيين في محافظة عدن جنوب البلاد. يأتي هذا في الوقت الذي قتل نحو 20 متمردا في اشتباكات مع لجان المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في محافظة تعز ومأرب والضالع. معارك مستمرة وجهود دبلوماسية متعثرة، هكذا يبدو المشهد في اليمن بعد أشهر من سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية لتضيف إلى مشكلاتها أوجاعا جديدة. جديد المشهد اليمني ميدانيا، معارك بين المقاومة الشعبية والحوثيين في الضالع جنوبي البلاد أسفرت عن مقتل نحو 20 من المتمردين وإصابة العشرات. مسلح المقاومة قاموا أيضا بقصف مبنى يتحصن فيه الحوثيون بقعطبة بصواريخ كاتيوشا، ما أسفر عن مقتل قائد ميداني للحوثيين واثنين من مرافقيه، بينما واصلت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية قصفها لمواقع الحوثيين في مناطق متفرقة من اليمن. وفي عدن بلغت حصيلة قتل المدنيين نتيجة القصف العشوائي من قبل جماعة الحوثيين وقوات صالح على أحياء سكنية إلى 6 قتلى و94 جريحة. ووسط هذا المشهد يطل تنظيم داعش الإرهابي بوجهه القبيح لينفذ تفجيرا قرب مسجد قبة المهدي في العاصمة صنعاء أسفر عن قتل 2 وإصابة آخرين. وعلى خلفية مشهد ميداني بالغ التعقيد مشهد سياسي ضبابي، خاصة بعد فشل مشاورات جنيف بين الفرقاء اليمنيين والتي لم تسفر عن جديد مع تمسك المتمردين الحوثيين بموقفهم الرافض لكافة المقررات الدولية والمبادرة الخليجية. المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ توجه إلى نيويورك لإطلاع مجلس الأمن على نتائج الجولة الأولى من مشاورات جنيف بين الحكومة والمتمردين الحوثيين. ولد الشيخ أعرب عن تفاؤله رغم فشل الجولة الأولى في التوصل لأي اتفاق، مؤكدا أن عقد جولة مباحثات جديدة أمر يحدده اليمنيون وليس الأمم المتحدة. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة في التعامل مع الأوضاع في اليمن، مضيفا أن طيران التحالف سيبقي على غاراته الجوية على مواقع المتمردين الحوثيين بعد نفاذ كل الخيارات السلمية الأخرى. في اليمن إذن أزمة تتعقد تفاصيلها وتتشابك يوما بعد يوم،
لتلقي بظلالها على الأوضاع في اليمن وسط مؤشرات أممية على أن حصيلة الصراع في هذا البلد الذي كان يوما يوصف بالسعيد منذ مارس الماضي أكثر من 2800 شخص، بينما يحتاج 80% من سكانه إلى مساعدات إنسانية. وبعيدا عن اليمن، قتل 4 مسلحين في هجوم انتحاري شنته حركة الشباب على قاعدة الاستخبارات العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو. من جانبه، على المتحدث باسم العمليات العسكرية لجماعة الشباب أنهم هاجموا قاعدة تدريب الأمن الوطني وقتلوا أكثر من 10 من عناصر المخابرات. حلقة مفرغة من العنف يعيشها الصومال منذ نحو ربع قرن من الزمن، مع غياب أي أفق للحل في هذا البلد الإفريقي الذي أنهكته هذه السنوات العجاف من الاقتتال والتدخلات الخارجية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة. أحدث هذه الحلقات هجوم على مقر الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن وسط العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرح. حركة الشباب الصومالية الإرهابية اعترفت بتنفيذ الهجوم، زاعمة أن مقاتليها استولوا على المبنى وقتلوا كثيرين من مسؤولي المخابرات بداخله بعد أن فجروا سيارة مفخخة قبل أن يقتحموا المبنى. رواية نفتها الحكومة الصومالية مؤكدة أنها تصدت للهجوم الانتحاري وقتلت 4 من الإرهابيين دون تسجيل أي خسائر في صفوف قوات الأمن. أحبطنا الهجوم، كما ترون هذه جثث عناصر حركة الشباب الأربعة الذين هاجموا هذا المبنى. الإرهابيون استخدموا سيارة مفخخة للدخول إلى المجمع وجرى تبادل إطلاق نار كثيف معهم. هجوم مقديشو جاء بعد يوم واحد من إعلان الشرطة الصومالية أن مسلحين من حركة الشباب المتشددة قتلوا 8 ضباط على الأقل في غارة على مركز للشرطة في بلدة أفجوي الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب مقديشو. وتقود حركة الشباب تمردا مسلحا منذ عام 2007، وبعد هزيمتها العسكرية على الأرض على يد قوات الاتحاد الإفريقي ضاعفت الحركة هجماتها في الصومال وفي كينيا المجاورة. ويشهد الصومال حربا أهلية ولا توجد فيه سلطة مركزية فعلية منذ سقوط نظام الرئيس الصومالي سياد بري عام 1991. وإلى العراق نتحول بحضراتكم، حيث تمكنت القوات العراقية من القضاء على 15 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في بيجي بمحافظة صلاح الدين، كما دمرت قوى أخرى من الشرطة رتلا من مركبات تنظيم داعش غرب سمراء بالمحافظة ذاتها. وأشارت مصادر أمنية إلى أن هذه العملية أسفرت أيضا عن تفكيك 32 عبوة ناسفة. وفي محافظة الأنبار غربي العراق قتل نحو 10 من تنظيم داعش في قصف جوي لطيران التحالف الدولي بمدينة الرمادي. ونشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها، ولكن بعد هذا الفاصل. تنظيم داعش الإرهابي يزرع ألغاما بالمواقع الأثرية في من وسط سوريا، وقوات الأسد تستعيد السيطرة على قرية استراتيجية بالسويداء. ونتابع أيضا، البرلمان الإيراني يعطي هيئة أمنية صلاحية الموافقة على أي اتفاق نووي مزمع مع الغرب. وقفتنا التالية في بانوراما نيل مع أخبار المال والأعمال. تعرف عليها سويا، وحنان الخولي إليك حنان. شكرا لكم دينا ولميس. مشاهدينا، أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية من بانوراما نيل وأبرز ما فيها.
المالية توافق على أكثر من 4 مليارات جنيه لوزارات التموين والنقل والكهرباء والبترول لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. إلى التفاصيل، حيث وافق وزير المالية هاني قدري على إتاحة أكثر من 4 مليارات جنيه لوزارات التموين والنقل والكهرباء والبترول لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. أقل مصدر بالمالية إن المبالغ المرصودة تتضمن أكثر من 3 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية ومليار و855 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن شهر يونيو، وأكثر من 65 مليون جنيه لشركات المياه عن نفس الشهر، بجانب 78 مليون جنيه لوزارة النقل. كما تشمل الإتاحات أيضا 185 مليون جنيه لوزارة البترول لقيامها بتوصيل الغاز لأكثر من 74 ألف منزل. أكد مصدر حكومي أن انخفاض بند المنح الخارجية في مشروع الموازنة لا يعني اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ولكنه يؤكد اتجاه مصر للاعتماد على مواردها الذاتية. أشار المصدر إلى وجود بدائل أخرى لتوفير التمويلات اللازمة، منها ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية. ويقدر بند المنح في مشروع موازنة 2015-2016 مستوى 2.2 مليار جنيه انخفاضا من 25.7 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015. ما زلنا مع وزارة المالية، والتي طرحت أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار جنيه. وذكرت المالية أنه جرى طرح أذون خزانة آجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.672%، وطرح أذون خزانة آجل 266 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.933%. قال وزير السياحة خالد رامي إن الوزارة متمثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية وقطاع التخطيط والبحوث والتدريب وصندوق السياحة، قامت بمتابعة ميدانية للمشروعات التي تدعمها بمحافظة جنوب سيناء. وأضافت وزارة السياحة أن المشروعات التنموية التي ترعاها الوزارة بجنوب سيناء تتضمن مشروعي إنارة الطريق الواصل بين مركزي نبق والمنتزه بأعمدة تعمل بالطاقة الشمسية، واستكمال إنارة أجزاء من طريق السلام بمدينة شرم الشيخ بأعمدة تعمل بالطاقة الشمسية أيضا، ومشروع تطوير مدخل مدينة سانت كاترين. أهلا بكم مجددا، ونواصل معكم مشاهدين هذه النشرة الاقتصادية، حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه تم الانتهاء من تنفيذ وصلة ربط المنطقة الصناعية في مدينة القاهرة الجديدة بطريق العين السخنة الجديدة. وأكد مدبولي أن الطريق يهدف لتسهيل عملية دخول المواد الخام القادمة من ميناء العين السخنة إلى المنطقة الصناعية مباشرة والعكس، إضافة إلى خدمة منطقة الألف مصنع، وهي منطقة الصناعات الصغيرة المقرر افتتاحها في 30 يونيو الجاري. إلى البورصة المصرية، والتي تراجعت مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل لتعاملات الأسبوع، مدفوعة بعملية بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد والأجانب والمصريين نحو الشراء. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 488.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 205 ملايين جنيه.
إذا انتهت نشرتنا الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة مشاهدينا، عودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما نيل مع دينا ولميس، إليكم. شكرا لك يا حنان، وما زلنا نتواصل مع حضراتكم، وهذه وقفة مع عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد أهمية مشروع استصلاح المليون فدان ويناقش حجم البيانات الخاصة بإنتاج الكهرباء ويشدد على أهمية تنمية سيناء. في إطار خطة الدولة للاستفادة من الاستزراع السمكي بالوادي الجديد، محلب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والزراعة. فابيوس في رام الله للترويج لمبادرة فرنسا لاستئناف محادثات السلام، ونتنياهو يقول إن المبادرة لا تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية. مرحبا مجددا. أعلن المرصد السوري أن تنظيم داعش الإرهابي زرع ألغاما في مدينة تدمر الأثرية بهدف تدميرها. في غضون ذلك أصيب عدد من السوريين بينهم أطفال في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي على حي جوبر شرق العاصمة دمشق وأطراف مدينة دوما بريف دمشق، وفي الوقت نفسه استعادت القوات السورية السيطرة على قرية تقع غرب محافظة السويداء. انتصارات كبيرة تحققها قوات الجيش السوري في مقابل فصائل من المعارضة المسلحة في بعض المناطق. الطيران الحربي السوري شن سلسلة غارات على حي جوبر شرقي العاصمة دمشق، كما نفذ غارات أخرى على أطراف مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف العاصمة. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن تلك الغارات أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال، فضلا عن الدمار الكبير الذي خلفتها. في غضون ذلك دارت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومسلحي حزب الله من جهة وفصائل المعارضة المسلحة وجبهة النصرة من جهة ثانية، وذلك في المنطقة المتاخمة لريف دمشق والغوطة. تلك الاشتباكات أسفرت بحسب المرصد السوري عن استعادة القوات السورية السيطرة على قرية سكاكا القريبة من مطار الثعلى العسكري الاستراتيجي غربي محافظة السويداء. وفي إدلب قتل عدد من عناصر المعارضة المسلحة خلال مواجهات مع القوات الحكومية، فيما قتل عدد آخر جراء غارة للطيران الحربي بالصواريخ الفراغية على مدينة تدمر في ريف حمص. إلى ذلك أعلنت المعارضة المسلحة عن مواصلة معاركها في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وذلك بهدف استكمال السيطرة على طريق بيت جن جباتا، وذلك من خلال السيطرة على مواقع سرية 160 وسرية المشاة وحاجز الشرطة العسكرية. وإلى شأن ليبيا، حيث اندلعت اشتباكات في مدينة درنا بين مسلحين من أبناء المدينة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. الاشتباكات اندلعت إثر محاولة أبناء المدينة طرد مسلح التنظيم من إحدى المناطق. كان الجيش الليبي قد سيطر الأربعاء الماضي على منطقتين في مدينة درنا شرق البلاد والتي ينتشر فيها مسلح تنظيم داعش الإرهابي. في غضون ذلك قتل 5 جنود من الجيش الليبي إثر سقوط قذيفة في مدينة بنغازي. أقر مجلس الشورى الإيراني اليوم مشروع قانون معدل يمنح هيئة أمنية تتبع مباشرة المرشد الأعلى تمنحه صلاحية الموافقة على أي اتفاق نووي مع الدول الست الكبرى. وقد أقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني، أملا في إحراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني. من جانبه قال المستشار الأعلى في الحرس الثوري الإيراني يد الله الجوراني أن بلاده ترفض تفتيش مواقعها العسكرية النووية. قتل نحو 20 أفغانيا من بينهم 9 أطفال في إقليم هلمند جنوبي البلاد إثر اصطدام سيارة بقنبلة زرعتها حركة طالبان على الطريق. وقد ذكرت مصادر أمنية أن الحادث وقع أثناء فرار هؤلاء الأشخاص من منطقة يسودها التوتر والعنف في الإقليم. في غضون ذلك سيطر مسلح طالبان على مناطق استراتيجية بمدينة قندز شمال البلاد.
رحب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بتوقيع المتمردين الطوارق في مالي اتفاق سلام ومصالحة. شدد مون على أن منظمة الأمم المتحدة ستدعم تنفيذ هذا الاتفاق لإنهاء سنوات من القتال في مالي، ويهدف الاتفاق إلى إرساء الاستقرار في شمال مالي الذي يعد معقلا للحركات المسلحة. قتل شخص وأصيب 16 آخرون في حادث إطلاق نار أثناء الاحتفال أو احتفال في ملعب لكرة السلة في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية. وقد رجحت مصادر أمنية أن يكون الهجوم استهدف أحد المشاركين في الحفل، وأشارت إلى أن الشرطة تواصل البحث عن مرتكبي الحادث. ونتحول الآن إلى وقفتنا الرياضية. قبل عبر الملاعب الرياضية